ايضا مع الخطورة الهجومية ومع الإمكانية الهجومية لل نصير عبد اللطيف ورقم 18 ياسين القاسمي في انتظار فعالية أكبر على مستوى خط الهجوم، لأنه هدف صراحة لا يكفي في مثل هذه المباريات وأمام منتخب قوي كمنتخب نيجيريا. كرة مشات من أوتشيتشي في الأخير، لأنه محتاج لهدف التعادل في الجولة الثانية. كرة بالراس للمنتخب الأولمبي، تعود الكرة من ماركسون أوتشوبو، لكن في السنوات المقبلة عمل كبير كما ذكرت في الجولة الأولى. دليل لاعبين من قيمة أوبي ميكيل لاعب نادي تشيلسي ولاعبين آخرين، نذكر المنتخب النيجيري نجومية وكذا لاعب الارتكاز لوكمان أرونا يغيبان معا عن هذا الموعد، موعد البداية من بطولة إفريقيا لأقل من 23 سنة. لوكمان أرونا أكيد أنه جانب كبير من الجمهور النيجيري، تتحول من الرقم 20 في خط دفاع ماركسون أوجوبو لاعب نادي نيامبا، كرة ممتازة جدا للمنتخب خط دفاع. مشات كرة من زهير فضال لاعب رديف نادي اسبانيول برشلونة الاسباني، مبعدة من محمد برون. تتحول للمغربي في مرحلة التصفيات في مباراة الكونغو، في مباراة وشأن نجوم كبار شاركوا مع المغرب في التصفيات الأولمبية. كرة تعود للمنتخب النيجيري من الرقم 17 اللاعب الموهوب موزيس أوكورو. النيجيري يبقى هو جودي أنيكي هداف البطولة النيجيرية. صعود لوال، مشات الكرة من الجهة اليمنى، كرة صعبة، لازم خروج حارس مرمى المنتخب الأولمبي. لحسن الحظ أنه كان في المسابقات القارية المهمة والمهمة جدا. زكريا برقديش يبقى واحد من أفضل اللاعبين في الجهة اليسرى على الصعيد الوطني المحترف بنادي راسين كلوب دو لانس. زهير فضال لاعب اسبانيول برشلونه لياسين القاسمي، لا تهم الانتماءات مع الرجل. فضال لادريس الفتوح العميد للسلام من زكريا برقديش، تعود لقلب الاسد اليوم المحطه الاولى والهاجس الاول هو منتخب نيجيريا. كره في الزاويه، كره مرفوعه، ابعاد الكره، يلزم التعامل ونجوم اخرين شاركوا في دوره الالعاب الاولمبيه وتاهلوا لدوره الالعاب الاولمبيه. سرد فقط بعض الاسماء، الوقت لا يكفي لذكر الجميع في انتظار الهدف الاول، هو ما يهمنا في هذه المباراه الافتتاحيه للبطوله. الذي ارتبط اسمه كثيرا بالكبير بوس هيدينغ الذي لم يتمكن مع منتخب تركيا من بلوغ كاس امم اوروبا، وكذا المدرب الهولندي الذي تعلم منه الشيء الكثير ديك ادفوكات. كره المنتخب النيجيري، حسن الحظ، كانت تغطية جيدة من طرف مدافعي المنتخب الأولمبي. تعود من زكريا برقديش، عماد نجاح للسلام من برقديش لزهير الأولمبي، ومنحت الفضة للأرجنتين والنحاس للمنتخب البرازيلي. نعود للمباراة، نعود للجيل الحالي. الحكم كان مخطئ في إعلان قرار مثل هذا في بطولة افتتاحية للبطولة بين شمال الأطلس والمنتخب النيجيري. كرة مشات من الجهة اليمنى، تدخل ممتاز ياسين الخروبي، رؤية جيدة لهذا الحارس لمنطقة الجزاء ولمهاجمي المنتخب النيجيري، يتعامل بذكاء وبحذر أيضا مع فرصة التقرب من مهاجمين كبار كالهداف التاريخي ب 37 هدف رشيدية كيني. فمن لا يتذكر هذا اللاعب النيجيري الكبير، دون أن ننسى يكوبو أيكبيني وأوبافيمي مارتينز.